مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح ورجعنا لكم بفيديو جديد. مثل ما قريتوا بالتايتل ومثل ما شايفين قدامكم، معنا تاكيز والتشيتوز ومعنا إيليو رح يكون عم يجربهم معي. فإيليو خبرنا شو رح نعمل اليوم. اليوم بدنا ندوق هول اثنين وبدنا نقيمهم من 10 ونشوف إذا فينا ناكل كذا وحدة بلا ما نشرب ماء. أوكي، معنا ماي وهول بيقولوا من أكثر التشيبس الحارين بالعالم، رح يكون عم نفتح وندوق منهم. أوكي، حنبلش بهي. أول شيء حنشوف الريحة. أوكي، تندوق. لك شو أحمر. أوكي، هيدا هو من جوا. لا ريحه، انا ما حسيت ريحه حار. شمو ريحه حار؟ يعني ما كثير مبين. انا للريحه ما حسيت ريحه حار. اوكي، هلا رح نسحب وحده نفرجيكم اياها. هيدي هي من جوا. هلا لون بفزع. اذا هيدا كله حار رح بلش انا. لا ما بعرف اسحب. يلا، واحد اثنين. امش حطها كله. واحد اثنين ثلاثه. It was at this moment that he knew he fucked up. مين لعبها؟ بتمنى قوي. ايه صراحة هيدا ما بتحرحر بنفس الوقت، بعدين بتحرحر يعني، بس ما انه كثير قوي. اوكي، لا هيدا حره مش كثير قوي، بس هيدا كثير بحس، بس مع انه بيقولوا انه كثير حره قوي. ما لحظة، انا هلا بلشت احس بشيء. لا صار كثير. قد ايه حضرتك تشرب ماي؟ لحظة، أنا بلشت أحس بشيء. بلا فيهم حار نفسي. أوكي، بس مانن كثير قوي يعني، مش مثل ما بينحكى عنه. حرت؟ يا حار 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 حار. لا أنا عن جد حار حرت. رحت فيه؟ خلص أنا لا. هلا عم تاكل؟ لا في ارجع اكل، بس انه خلص انا هلا فطرت. بعطيه شي 7، مش هالقوة القوة، بس تاكله كذا وحدة بتحرحره. انت طعم ما بعرف 8. ايه انا بعطيه 7. 8؟ ايش خليت له هون؟ اوكي. اوكي. طيب، هي شكله. هيدا الكيس. شو إيليو عم بتموت شكلك من هداك. اوكي يلا، واحد اثنين. خلص لا ما بدي حطيتها. خوم. اوكي روح نسمع. في حال معروف ما بتسطع. في حال لحظة، فيه حامض مش حال. ايه عن جد؟ انا ولع بس. حرحر او لا؟ ما بزملنا او بس اكلته مع هداك. عم نعطي الماما لتدوق هلا لنشوف هي اذا رح تقول حر او لا. تسمعوها من ورا الكاميرا. انا حسيته حامض، فيه طعم حامض طيب يعني، كطعمه اطيب من هيدا، بس حار ما فيه حار. ما في لا حامض ولا حار. فيه حار؟ لا ما في حار. وحامض؟ ماما بتغني هي وعم تحكي. حار، اثنين، ثلاثة. حامض، انا عم حمض كل طعم. بركة تاريخه خالص. شو خالص؟ ويت، لا لا ولع. لا انا بلش يا بركي لانه صار. لا هون انت خسرت. انت شربت قبل. انا شربت على التشيتوز مش على التاكيز. بعد ما شربت خسرت.
يا ما ولا نتفه طعم الحار بتحسه، بس بلعته كل لون بلش هون يولع هيك زكزكني. ما تقولي ما حرحر وحيد شو حر. انا هون السنه من ملتان عم بيحرقوني. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. انستغرام تبعي وتبعي رحن تحت بالديسكريبشن، نزلوا عملونا فولو. بس بنحبكم كتير، بشوفكم نكست ويك. يلا باي.